الحين بيركين مبيرحة، وإلا بجوا 10 صواريخ ورا بعض قعدت بين الأولاد وبين المدنية. طيب نحن المدنية شو عاملين لها العرصات لهالجبهة ليشردونا ويضربوا أولادنا؟ يروحوا يحرروا في غير مطرح، شو شافوا عنا هالكليب ليجوا يحرروا عنا؟ شو في عنا هون؟ يروحوا يحرروا عن النظام، يروحوا يحرروا على غير مطرح، شو جابوا اللي عنا نحن؟ شو لهن عنا تنجيسي؟ وأرضنا ما بيدخلوا، وإلا لكان متنا بس بيدخلوا. فقنا الصبح على القصف، دخان، ما نمنا الليل. نحن مدنية هون جماعة، الأولاد ترعب والنساء تهجرنا من القصف. نحن مدنية عزلة. ليش هالحرب هيدي؟ إذا جول الجبهات كلها مفتوحة، اللي بده يستلم سلطة يروح على الجبهة، ليش عم يجوا يقتلوا هالناس ويروحوا هالأطفال والنساء وابنسوانا كلها طيفشي على الدروب؟ يا شباب، نحن أهالي عنجارة وأهالي ريف الغربي، نحن جماعة بسطاء بس عنا كرامة وعنا شرف، وما بنسمح الإنسان يتدخل في شؤوننا ولا يقرب يتعدى عرضنا وعرضنا، لا الجولاني ولا غير الجولاني. ونحن بيركين عم يطبوا علينا صواريخ وقذائف، يعني إلا شو بدهم يضربونا محرم. شوفي عنا نحن اللي عم يعاملونا في هالمعاملة هيدي، والله إذا ما بضل مننا إلا حرمة وحدة، مو شخص واحد، أراضينا ما بيدخلوها. لكان في بالهم حلمانين هالحلم، هاي يبعدوا عن هالحلم كتير.